نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. إلى ذلك يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف حمص، حيث اقتحم قرية آبل التي يوجد فيها آلاف المسلحين وحقق تقدما كبيرا بعد أن سيطر على تل نبي مندو. كاميرا العالم رافقت عناصر الجيش وسجلت تطهير قرية آبل. قرية آبل تقع في ريف حمص الجنوبي وتعتبر نقطة وصل بين المدينة والريف الذي يمتد حتى القصير. شهدت القرية تواجدا مكثفا للمسلحين منذ بداية الأزمة السورية، وعبرها كان المسلحون يتسللون إلى حمص المدينة عبر حي باب عمرو الذي يعتبر الأقرب للقرية. قام الجيش السوري باقتحام القرية من عدة محاور والاشتباك مع المسلحين المتواجدين فيها بغية تطهيرها، وبهدف فصل الريف الجنوبي لحمص عن مدينة القصير، وبالتالي متابعة عملية قطع الإمداد عن المسلحين في القصير والتي بدأت باستعادة تل النبي مندو. دخلنا مع الجيش السوري الذي استطاع تطهير المزارع المحيطة بالقرية وألحق بالمسلحين خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، ويتقدم حاليا باتجاه القرية موجها ضربات قاسية للمسلحين المتواجدين هناك والذين لم يكن أمامهم سوى التراجع أو الموت تحت ضربات الجيش السوري. تم تطهير قرية آبل من وجود العصابات الإرهابية المسلحة بعد تكبيدهم خسائر فادحة، حيث تراجع قسم منهم إلى قرية البويضة الشرقية البويضة، وستتم ملاحقتهم فيما بعد بخطة بمرحلة قادمة إن شاء الله. هنا ترك المسلحون عتادهم ومتارسهم وهربوا، واليوم لا صوت يسمع في المنطقة إلا أزيز الرصاص. الساعة 6 الصبح بلشت العملية العسكرية، هاي البيوت كلها شايفتيها قدامي كلها كانت المسلحين، والمسلحين طلعوا تقريبا صاروا ثلاث ارباع قابل بجهة البويضة، وان شاء الله الله كريم يعني بدنا نظل لاحقينهم وين ما راحوا. حتى الآن استطاع الجيش السوري السيطرة على قسم كبير من القرية، مما ساهم بإعادة الأمن إلى طريق حمص دمشق وحمص طرطوس، فالقرية تشرف على كلا الطريقين، مما جعل من الخطورة أحيانا المرور على هذه الطرق بسبب عمليات الخطف وقطع الطريق التي يقوم بها المسلحون. تتواصل العمليات النوعية للجيش السوري لملاحقة المجموعات المسلحة المتواجدة في آبل، وذلك لفصل ريف القصير عن حمص المدينة وبالتالي قطع طريق الإمداد عن المسلحين. رؤى العلي، العالم، آبل. في حمص بسطت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها الكاملة على بلدة آبل بريف القصير بعد ملاحقتها لفلول الإرهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة في العدة والعتاد. قامت وحدات الجيش العربي السوري صباح اليوم بإعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة آبل بريف حمص. نحن الآن على مدخل بلدة آبل لنشاهد بالصورة كيف قام الإرهابيون المرتزقة داخل بلدة آبل بإقامة هذه الحواجز والمتاريس الترابية داخل البلدة لمنع المواطنين من الدخول والخروج إلى هذه البلدة. هذا هو مركز صحي في بلدة آبل، وهذا أحد المتاريس الذي أقامه الإرهابيين ساتر ترابي خارج مبنى المستوصف، وهنا أيضا مدرسة أو ثانوية آبل الرسمية. لنتابع بالصورة كيف قام الإرهابيون بالاعتداء على هذا المبنى الدراسي لطلبة آبل. مشاهدينا الكرام، نحن الآن في أحد الأنفاق التي قام بحفرها الإرهابيون المرتزقة داخل بلدة آبل، حيث كانوا يتنقلون من خلال هذه الأنفاق وينقلوا الأسلحة والذخيرة داخل البلدة للاعتداء على المواطنين ولنقل الذخيرة.
لنشاهد هذه العربة كان يستقلها الإرهابيون للاعتداء على المواطنين وحواجز الجيش. هذه عبوة لطلقات حارقة من صناعة أمريكية كان يستخدمونها الإرهابيون داخل بلدة آبل. قمنا باكتشاف 7 عبوات ناسفة، 3 عبوات وزن كل واحدة وزن 50 كيلوغرام، ولغم مضاد للدبابات على مداخل الطريق. قامت وحدات الهندسة بتفكيكها، كانت موصولة بطريقة سلكية ولا سلكية. ها هي بلدة آبل تجري الإرهاب عن أرضها بفضل بواسل الجيش العربي السوري. لأخبار التلفزيون معين درغام، بلدة آبل. وحدات عسكرية سورية تبسط سيطرتها الكاملة على بلدة آبل بريف حمص. أما في المدينة فقد نفذت وحدة عسكرية عملية نوعية أوقعت خلالها عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين في حي الخالدية وفي حي بابهود، حيث تم تحرير عدد كبير من الكتل والأبنية، كما تم اكتشاف وكر للإرهابيين وعدة كاميرات موصولة على المباني. في حمص القديمة وبالتحديد في باب هود العمليات العسكرية مستمرة هنا، العمليات النوعية الدقيقة التي تتسم بالقوة في هذه المنطقة مستمرة. نحن في أحد أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة، هذه سوف تكون بدايتنا وسوف نقوم بتصوير وإظهار الصورة الحقيقية لما يحصل في هذه المنطقة. كما تلاحظون هذا المنزل الذي كانت المجموعات الإرهابية المسلحة تستخدمه كمقر لها، المتاريس الموضوعة بأحجام وأعداد كبيرة. أثناء تمشيط أبطال الجيش العربي السوري للكتل التي تم تطهيرها في منطقة باب هود، تم اكتشاف هذا المقر، هو مقر للمجموعات الإرهابية المسلحة. كانت في هذا المقر تقوم بعملية المراقبة عن طريق الكاميرات الموضوعة على الأبنية المحيطة في هذا المكان. كما تلاحظون هنا أعداد كبيرة من شاشات التلفزة موضوعة من أجل وصلها مع الكاميرات على الأبنية. تم تفكيك عدد كبير من هذه الكاميرات على أيادي أبطال الجيش العربي السوري. تقدم كبير لأبطال الجيش العربي السوري في منطقة حمص القديمة وبالتحديد في باب هود. تم تطهير أكثر من 20 كتلة على أيادي أبطال الجيش العربي السوري وقتل عدد كبير من المسلحين بالإضافة إلى جرح عدد آخر. منطقة السيدة زينب في ريف دمشق رغم محاولات الإرهابيين تنغيص حياة أهلها، غير أنهم يعيشون شرقي المقام حياتهم بصمود واستقرار فقدته مناطق أخرى في ريف دمشق. هي ليست مجرد مخططات لتغيير نظام سياسي في سوريا، بل إنها حرب تشن عليها والمستهدف هو الوطن بكل مقدراته وتراثه ومقاماته. منطقة السيدة زينب في ريف دمشق شاهدة على ذلك. محاولات عدة للاعتداء عليها من قبل الإرهابيين باءت بالفشل بسبب تلاحم الجيش العربي السوري مع المواطنين في تلك المنطقة. بفضل الجيش العربي السوري دخل على المنطقة، عمل طوق أمني كبير حوالي هالمنطقة، ما خلى حدا يدخلها نهائيا، ولحد هذا اليوم والناس رجعت لهون، لعنا كل شيء مواطنين رجعت على السيدة زينب، عاشت بأمان ولساتنا عم نشتغل، لساتنا عم نبني ولساتنا عم نزرع ورح نضل هيك، وسوريا رح تضل هيك. منطقة السيدة زينب منطقة آمنة، كانت تتعرض فيما سبق لقذائف هاون، تتعرض لدخول الإرهابيين الذين يقومون بعمليات اغتيال مختلفة، وقد استشهد أكثر من رجل دين وأكثر من مثقف من المثقفين. آثار ما دمر وخرب جراء اعتداءات الإرهابيين ترك بصمات واضحة في الشوارع
وفي المواطنين الذين زفوا عددا كبيرا من الشهداء. كانوا يضربوا علينا هاون، يضربوا علينا راجمات، يعني أشياء نحن بصراحة ما كنا بنعرفها، والحمد لله رب العالمين بفضل شبابنا، شباب الجيش العربي السوري أبطالنا، الحمد لله رب العالمين هلأ ليك عايشين ومبسوطين، وكلياتنا الحمد لله عم نعيش حياتنا الطبيعية. من قبل كانت أزمة شوية الأوضاع، لأنه صار فيها شوية حصار عليها، بس هلأ الحمد لله بفضل الجيش العربي السوري يعني الوضع مستقر وما في أحلى منه. شرقي مقام السيدة زينب، حياة طبيعية وحركة جيدة بالأسواق واستقرار تنعم به هذه المنطقة، كانت قد فقدته عدة مناطق من غوطة ريف دمشق الغربية، ولسان حال المواطنين يقول ننعم بهذا الأمان بفضل وجود الجيش العربي السوري. يعني الحمد لله صار هدوء تام، يعني ما بقى في شيء، الحمد لله عايشين بوضع أمان واستقرار الحمد لله، ومثل ما كانوا شايفين الأسواق والشوارع يعني الحمد لله تمام. نحن بنتحمد الله وبنتشكره على كل شخص، وأنا بحيي كل شخص موجود هون باللجان عم يدافع عن هالوطن هذا. نحن كلياتنا شهداء، أنا شهيد وكلياتنا شهداء فداء الوطن هذا. المرابطون للدفاع عن المنطقة في مناطق التماس مع الإرهابيين يدهم على الزناد، مستمرون بتطهير المناطق التي تتمركز بها قطعان المرتزقة، مؤكدين أنهم في الأمد القريب سيعلنون نصرهم وتطهير بلادهم من براثن الإرهاب. نحن موجودين هون وصدينا كذا هجوم بالنسبة للمسلحين، وباقيين هون إن شاء الله لنرضى أي هجوم ضمن هالمنطقة ضمن برات المنطقة ضمن أراضي سورية كلها، حتى ندحر أي معتدين كان من هون وكان من برا إن شاء الله. من جوار مقام السيدة زينب حكاية صمود ترويها تفاصيل هذه المنطقة، من سكان رفضوا الإرهاب وتصدوا له، ومن جيش عربي سوري مرابط للدفاع عن كل شبر من هذه الأرض. لأخبار سما الفضائية حيدر مصطفى. وأعود إلى الاتصال مع موفد تلفزيون الدنيا، إلى موفد قناة سما إلى مناطق ريف دمشق، حيدر مصطفى. حيدر، ماذا عن الوضع بعد أن تابعنا تقريرك عن السيد زينب؟ مساء الخير أستاذ نزار، نعتذر عن ما حصل. تحية لك ولكل مشاهدي سما الفضائية. ميدانيا ليومنا هذا قمنا بجولة في شوارع مدينة دمشق والتي لم يعكر أي شيء صفو الأجواء فيها. الوضع الأمني كان ممتازا وعلى أمل أن يستمر هكذا دائما. في ريف عربي سوري مصممة على الوصول إلى جلاء جديد، جلاء الإرهابيين والمرتزقة عن أرض الوطن. وفي هذا الصدد لدينا جملة من آخر أخبار الانتصارات والتطورات الميدانية في ريف دمشق. وفي مقدمة أخبارنا لهذا اليوم، أوقعت وحدات من قواتنا المسلحة أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين في عدة عمليات نفذتها ضد تجمعاتهم في جوبر ومزارع مرج السلطان بالغوطة الشرقية. عرف من القتلى عمر دبس وزكريا قشيشة، كما أبطلت وحدات الهندسة مفعول 3 عبوات ناسفة زرعها إرهابيون شرق دوار ميسلون في جوبر بقصد تفجيرها عن بعد. في مزارع مرج السلطان أيضا نفذت قواتنا المسلحة عملية نوعية أسفرت عن تدمير مستودع بما فيه من أسلحة وذخيرة، ووقع جراء ذلك أعداد من الإرهابيين القتلى ومصابين، من بينهم حسام عربش متزعم مجموعة إرهابية ضمن ما يسمى لواء الإسلام وعبد الرحمن البويضاني. في منطقة البحدلية في ريف دمشق قامت لواء الجيش العربي السوري بقتل مجموعة مؤلفة من 7 عناصر تابعين لجبهة النصرة. في ريف دمشق أيضا نفذت وحدات من جيشنا الباسل سلسلة عمليات ضد أوكار المجموعات الإرهابية المسلحة في عدرا، حيث دمرت أوكارا للإرهابيين بما فيها من أسلحة وذخيرة في مزارع تل كردي جنوب غرب مدينة عدرا. وفي حرست اشتبكت وحدات من جيشنا الباسل مع إرهابيين عند جامع العمري وحاجز شركة دايا في حرست، ونجم عن الاشتباك إيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين. أسفرت هذه العمليات عن تدمير عدد من الآليات كان الإرهابيون يستخدمونها في أعمالهم الإجرامية، وأوقعت العديد من القتلى في صفوفهم، وعرف منهم أيضا علي عطايا وعبد سرحان. أستاذ نزار، هذه هي آخر التطورات، أخبار النصر القريب يكتبها جنود الجيش العربي السوري التي سيستطرون أروع ملاحم البطولة. فتحية لهؤلاء الأبطال وتحية لك أستاذ نزار ولمشاهدينا. نعم، شكرا. إلى أخبارنا الميدانية، والبداية من ريف دمشق، حيث واصلت قواتنا الباسلة ملاحقة الإرهابيين المرتزقة في مناطق عدة. ففي مزارع تل كردي جنوبية غربي مدينة عدرا دمرت أوكارا للإرهابيين وعددا من الآليات، كما أوقعت العديد من القتلى عرف منهم علي عطايا وعبد سرحان. وفي حرست اشتبكت بواسلنا مع مجموعات إرهابية عند الجامع العمري،
وحاجز شركة دايا وأوقعت العديد من أفرادها قتلى ومصابين. وفي جوبر ومزارع مرج السلطان بالغوطة الشرقية تم القضاء على عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية وإبطال مفعول عبوات ناسفة زرعها إرهابيون شرقية دوار ميسلون في جوبر، كما تم تدمير مستودع بما فيه من أسلحة وذخيرة وإيقاع أعداد من الإرهابيين قتلى ومصابين، من بينهم عبد الرحمن البويضاني وعمر الدبس وزكريا قشيشة وحسام عربش متزعم مجموعة ما يسمى لواء الإرهاب. وفي حمص أيضا نصبت وحدة من قواتنا الباسلة كمينا لمجموعة إرهابية عند مفرق الوازعية بين قريتي تل شنان والشتاية وأردت عددا من أفرادها قتلى ومصابين، فيما ألقت القبض على آخرين. كما ضبطت بواسلنا الأسلحة التي كانت بحوزتهم، شملت قاذفة RPG ورشاش BKC وبندقية آلية وذخيرة متنوعة. لم تكتفي الولايات المتحدة الأمريكية بدورها القذر في إخفاء وجهها القبيح المختبئ وراء ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة في سوريا، بل أرادت هذه المرة أن تعطي المرتزقة جرعة أقوى من خلال إرسال منطاد يحمل أجهزة تصوير وتجسس بين بلدتي حيش وبابولين في ريف إدلب. لكن المنطاد تهاوى كما ستتهاوى أحلام وكلاء المشروع الصهيوني الأمريكي المعد للمنطقة في المطبخ الأمريكي على أيادي بواسلنا. لم يتعلم مخططو الحرب على سوريا وداعمو الإرهاب فيها بوكلائهم وأدواتهم الدروس والعبر من خساراتهم المتتالية على مدى أكثر من عامين في حربهم المعلنة على سوريا على أيدي جيشنا الباسل، حيث تمكنت الجهات المختصة من إسقاط منطاد يحمل أجهزة تصوير وتجسس بين بلدتي حيش وبابولين بريف إدلب، وعند معاينة داراته تبين أنه صناعة أمريكية إنتاج شركة مايكروسوفت بتقنية برمجية عالية يتضمن وحدات معالجة وذواكر تخزين ذات سعات عالية وهوائيات ذات شرائح مكروية، وهذه التقنيات غير موجودة في سوريا. الأعمال القتالية بمنطقة حيش وبابولين شمال خان شيخون تم إسقاط منطاد يحمل أجهزة تجسس وتصوير، ومن خلال فحص دارات هذه الأجهزة تبين أنها من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية مصنوعة بتقنية مايكروسوفت. خلال الإسقاط تم فقد هذه الكاميرا وعدم العثور عليها. فللغرب نقول وللاستعمار نقول هذه تقنياتكم الحديثة وهذا رصاص جنودنا البواسل. إنجازات أشاوس جيشنا الباسل لم تتوقف هنا، بل ألحقت خسائر فادحة بين صفوف وكلاء المشروع الصهيوني الأمريكي، تمثلت بضبط مدفع عيار 57 ورشاشات عيار 14.5 ورشاشات دوشكا وذخيرتها وقواذف RPG وقواذف وحشوات ورشاشات BKC مع ذخائرها وقناصات وبنادق آلية مع مدفع هاون وصواريخ وسيارة مقودها على اليمين ذات نمرة أجنبية وبطاقات ألغام مضادة للدبابات وكمية من الأسلحة المدمرة في بابولين وحيش بريف إدلب. في دير الزور وفي سلسلة عمليات نوعية نفذتها قواتنا المسلحة في قريتي المرعية والحسينية، تم تدمير تجمعات وأوكارا للإرهابيين بما فيها من إرهابيين وأسلحة وذخيرة، عرف من القتلى محمد حسين الفراج مما يسمى كتيبة عمر بن الخطاب وعبد السلام فياض السلامة وإسماعيل محمد. تم القضاء على عدد من إرهابي جبهة النصرة وأصيب آخرون أثناء محاولتهم تفخيخ أحد المباني السكنية، ومن القتلى أبو دجانة أحد متزاعمي جبهة النصرة المتخصص بتفخيخ السيارات والمتورط بعشرات الجرائم الإرهابية. كما دمر بواسلنا سيارة بيك أب وحافلة صغيرة بما فيها من أسلحة وذخيرة وإرهابيين على جسر السياسة ودوار الحلبية، فيما دمرت وكرا آخرا للإرهابيين في قرية العبد. وفي درع البلد وطريق السد دمرت بواسلنا أوكار الإرهابيين وقضت على عدد منهم بينهم من جنسيات غير سورية، عرف منهم راشد الحارثي سعودي الجنسية. وفي خربة غزالة والكتيبة تم القضاء على أعداد كبيرة مما يسمى جبهة النصرة ومتزعميها وتدمير عدد من آلياتهم، عرف من القتلى الإرهابي مراد محمود فياض الشرع الملقب أبو خزامة مما يسمى كتيبة شهداء خربة غزالة وماهر صلاح العندار. وفي الغارية الغربية استهدفت الجهات المختصة أماكن وجود الإرهابيين في القرية وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم
عرف من القتلى موسى الغبيطي وأحمد شامخ وتيسير المصري، بينما كمنت إحدى وحداتنا الباسلة لمجموعة مسلحة وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب في عدوان عرف من القتلى الإرهابي محمد حسين صبيح. وفي سحم الجولان استهدفت الجهات المختصة منصتين لإطلاق قذائف الهاون ودمرت إحداها وعطبت الأخرى وقضت على عدد من الإرهابيين عرف منهم خالد الطعاني وربيع المصري وعبد الله العميان وأحمد البردان. في ريف حما اشتبكت وحدة من قواتنا الباسلة مع مجموعة إرهابية تستقل سيارة فان ما أدى لمقتل أفراد المجموعة كافة وإلى تدمير مستودع ذخيرة في تل هواش بريف المحافظة الشمالي. كما اشتبكت قواتنا الباسلة مع مجموعة إرهابية مؤلفة من 7 إرهابيين يستقلون سيارة ما أدى لمقتل وإصابة أفراد المجموعة جميعهم بمحيط وادي الضيف بريف معرة النعمان. التطورات الميدانية في حلب وريفها مع شادي حلوى مراسلنا من هناك. شادي مساء الخير، ولو تضعنا في آخر التطورات لديك. مساء الخير لك أسامة ولرشا ولكل مشاهدي الفضائية السورية. الجيش العربي السوري واصل عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي والمدينة، واليوم عمليات مكثفة جدا في الريف الحلبي، وأبدأ من الريف الشمالي ومن منخ. الله الله على منخ اليوم يا أسامة، ماذا حصل هناك؟ اشتباكات عنيفة ما بين عناصر الجيش العربي السوري حول مطار منخ وهؤلاء المرتزقة، وأعداد بالجملة قتلت في منخ وفي الريف الشمالي بالتحديد حول المناطق المحيطة في منخ، العلقمية وعندقنا وكفر خاشر وكفر أنطون وتنب، وعشرات القتلى من هؤلاء المرتزقة، واشتباكات مستمرة لليوم الثاني على التوالي، وإلى الآن ما زالت الاشتباكات مستمرة وترفع القبعة لعناصر الجيش العربي السوري بكافة تشكيلاته الجوية المتواجدة هناك، وأيضا قوات المشاة المتمركزة، وأعداد كبيرة من هؤلاء المرتزقة سحقوا بين قتيل ومصاب. أستمر بسرد عمليات الجيش العربي السوري في الريف الشمالي. عمدان شهدت عمليتان عند جمعية النور والمركز الثقافي الذي أبدعت اليوم نسورنا البواسل باستهدافه بعملية نوعية تحسب لهم، وسحقوا بأعداد كبيرة هم ومتزعميهم الذين كانوا يجتمعون في المركز الثقافي في عنادان. استمر أيضا بالريف الشمالي حريتان عند مفرق آسيا، وأختم الريف طبعا بحريتان وحيان أيضا التي شهدت عدة عمليات. الريف الشمالي متواصلة فيه العمليات في تلك المناطق. بالانتقال أيضا إلى الريف الشرقي، طريق السيرة عند معمل الجرارات وحول المطار من منطقة جبرين كان هناك عدة عمليات اليوم وهجوم عنيف من قبل هؤلاء المرتزقة. يعني هم يحاولوا بكافة الطرق والوسائل بمحاولات بائسة وفاشلة للاقتراب ولو لجزء بسيط من سور المطار، ولكن هيهات هيهات أن تنالوا ما تريدون. فحراس الجمهورية العربية السورية وقواتنا الخاصة وكل التشكيلات متمركزة هناك، ويتصدون لكم أيها المرتزقة ويقطعون لكم تذاكر بالجملة إلى الجنة التي تدعون. على كل عدة عمليات أيضا أدورين عند المحالج، وبالانتقال إلى أيضا الريف الشمالي الشرقي إلى طريق المسلمية أيضا شهد عدة عمليات. طريق المسلمية سواء من دوار الجندول إلى حندرات إلى مقطع البقارة وكازيت خولندي والعويجة، كل هذه المناطق اشتباكات عنيفة. يعني دخلت الأسبوع الثاني ولكن يقتل منهم أعداد كبيرة، وما زالت محاولاتهم البائسة والفاشلة للدخول أو الاقتراب سواء إلى مشفى الكندي أو سجن حلب مركزي، ولكن عناصرنا متمركزة وتقطع لهم تذاكر بالجملة إلى الجنة الموعودة ولو كررت للمرة الثانية. هذا فيما يخص الريف الحلبي. انتقل إلى المدينة، والحقيقة اليوم كانت يعني عمليات الريف متمركزة أكثر وأكثر مكثفة من المدينة، لكن المدينة أيضا شهدت عدة عمليات سواء كان في منطقة اليرمون حول إكسار البذار امتدادا إلى كاستيلو وصولا إلى شقيف، وأيضا بالانتقال لباقي المناطق دواري الصخور والحاوز تم استهداف تجمعات هؤلاء المرتزقة وتحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم بين قتيل ومصاب. بالانتقال لباقي المناطق في المدينة بستان القصر كذلك الأمر عند مدرسة عبد الرحمن عبد الداخل والكلاسة، مرورا إلى
المدينة القديمة والشبكات في محيط القلعة وأيضا جنوب القصر العدلي، هذا فيما يخص المدينة القديمة. الزبية أيضا دخلت محور عمليات الجيش العربي السوري باشتباكات متقطعة وأيضا كمائن مختلفة ومتنوعة عدة مناطق الحقيقة، لكن العمليات دخلت في أسبوع الثاني بكثافة من قبل الجيش العربي السوري، وإصرار إن شاء الله على تنظيف مناطق حلب. الموضوع يحتاج إلى صبر والدعاء للجيش العربي السوري الذي دائما وأبدا تحت أقدامي يسقط ويسحق المحال. عودة إليكم في الاستوديو. شكرا شادي حلوة مراسل الأخبار، كنت معنا عبر. الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد أن الحكومة السورية مصرة على تنفيذ الحل السياسي للأزمة في سوريا من خلال الحوار الوطني بقيادة سوريا. وأوضح الجعفري في كلمة له اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن أن الأزمة سياسية وإنسانية بامتياز، وإذا لم نتعامل مع بعدها السياسي الرئيسي فلن نصل إلى طريقة تمكننا جميعا من مساعدة الشعب السوري إنسانيا. وأشار الجعفري إلى أن بعض الدول المستضيفة للمهجرين تحاول الإتجار بهم ومنعهم من العودة لوطنهم، وقال إن هناك قوى هدامة تسعى لتخريب العقد الاجتماعي في منطقتنا وإلى تهجير فئات كاملة من مجتمعاتنا، ولكن سوريا لن تسمح بتمرير سايكس بيكو ثانية، وستكون هي الحلقة الأقوى في مواجهة فرض أي واقع جديد غريب عن المنطقة. وأوضح الجعفري أن سوريا كانت في المرتبة الثالثة من حيث الأمان عالميا، لكن عاملا تخريبيا تمثل بالمجموعات الإرهابية ذات الفكر التكفيري المدعوم دوليا وخليجيا عمل على تخريب بيئة الأمان السورية، لافتا إلى أن الشعب السوري شعب وطني عصي على الاحتلال رافض للهيمنة والخضوع، وواهم من يعتقد ولو للحظة بقدرته على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. عملت المجموعات الإرهابية المسلحة ذات الفكر الوهابي السلفي التكفيري المستورد من دول البترودولار الخليجي عبر دول الجوار. هذه المجموعات التي تتمتع بدعم مالي واستخباراتي وعسكري وإعلامي سخي وبالسلاح من جاهلية عربية جديدة وتواطؤ غربي وشراكة إسرائيلية، عملت تلك المجموعات على تخريب أمني وأمان السوريين بمن فيهم النساء والأطفال بشكل متعمد وممنهج. للأسف أيها السادة، لم يتحدث أي من السادة الذين أحاطونا علما بما لديهم من معلومات، لم يتحدثوا عن التفجيرات الإرهابية الانتحارية التي ضربت المدن السورية عدة مرات، لم يتحدثوا عن قصف جامعة حلب وقتل طلاب كلية الهندسة، ولم يتحدثوا عن قصف كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق. كل هذه الأمور لم تقم بها أشباح، هذه الجرائم الإرهابية قامت بها جماعات مسلحة ممولة من الخارج ومحمية من الخارج ومدربة في الخارج. لا يوجد أشباح على مشهد الإرهاب في سوريا أيها السادة. أؤكد هنا أيها السادة أن سوريا لن تسمح بتمرير سايكس بيكو ثانية على حساب شعوب المنطقة، وستكون سوريا الحلقة الأقوى التي ستواجه كل محاولة لفرض أي واقع جديد غريب عن منطقتنا وعن شعوبها. وتتابعون في ختام نشرتنا التسجيل الكامل لكلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري. وكان الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أكد في بيان سوريا أمام الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن في إطار البند المعنون المرأة والسلم والأمن، أكد أن سوريا جادة في التعاون مع الأمم المتحدة لإظهار حقيقة الأوضاع فيها بعيدا عن التسييس. أكد الدكتور بشار الجعفري أن سوريا ترغب بالتعاون مع الأمم المتحدة لإظهار حقيقة الأوضاع فيها بعيدا عن التسييس والتهييج وبمنع عن مصالح دول نافذة معينة في الأمم المتحدة.
وقال جعفري أن زينب بنغورا ممثلة الأمين العام أشارت في تقريرها الذي خصصت 7 فقرات منه للحديث عن مزاعم تتعلق بسوريا إلى أنها استندت إلى مصادر متورطة في الإرهاب وسفك الدم السوري. وأشار جعفري أن عمل هذه اللجنة منذ إنشائها لم يكن مهنيا وإنما كان سياسيا تحريضيا، حيث اختارت اللجنة استخدام ادعاءات غير دقيقة نهائيا باعتراف اللجنة نفسها موضحا أن اللجنة لم تزر سوريا حتى الآن. وطالب جعفري بتوخي الحذر والموضوعية في معرض مقاربة جريمة العنف الجنسي في حالات النزاع المسلحة، الأمر الذي يستدعي مساءلة مرتكبيها أينما حصلت. ولفت جعفري إلى أن وفد سوريا وجه عدة رسائل رسمية إلى بنغورا تتضمن معلومات موثقة حول مسؤولية المجموعات الإرهابية عن ارتكاب عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وقتل ضد النساء والفتيات في سوريا، بينما يقوم رعاة الإرهابين في مشيخات الخليج بإصدار فتاوى علنية لارتكاب مثل هذه الجرائم تحت ستار ما سموه جهاد المناكحة. وتساءل جعفري عن تجاهل الممثلة الخاصة لمئات التقارير التي توثق انتهاكات المجموعات الإرهابية بارتكاب عمليات اغتصاب في فيديوهات موثقة نشرت على الانترنت. وأضاف جعفري: كنا نأمل فعلا بأن تقوم ممثلة الأمين العام بعرض ما تعرضت له النساء والفتيات السوريات في مخيمات المهجرين السوريين في دول المجاورة من انتهاكات. وأشار الجعفري إلى أن سوريا تتطلع إلى الزيارة المرتقبة لممثلة الأمين العام إليها للحصول على المعلومات الصحيحة حول العنف الجنسي الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة ضد الشعب السوري. الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا في الأمم المتحدة يقول أمام مجلس الأمن إن الإرهاب الأعمى الذي يضرب بلادي يجد متحمسين له في الأمم المتحدة يعملون على دعمه وشرعنته. وأكد الجعفري أن الحكومة السورية ستلاحق كل من يمول الإرهاب في البلاد من خلال شراء النفط المسروق أو أي طريقة أخرى. واعتبر الجعفري أنه لا عذر بعد اليوم لأي حكومة غربية يبرر تجاهلها لعبور الإرهابيين عبر أراضيها إلى سوريا. الجعفري قال أيضا أن إسرائيل مشتركة في الجماعات أو مع الجماعات التكفيرية في الإرهاب الذي يضرب سوريا، وهي تعالج جرح المجموعات الإرهابية وتعيدهم إلى أراضي سوريا. الجعفري أكد أن هناك من يشتري ذمم حكومات بعض الدول لتفتح حدودها أمام تهريب السلاح إلى سوريا، وأن السعودية وقطر والإمارات تمول الإرهاب في سوريا التي لم تشهد في تاريخها هذا النوع من الجرائم التي يرتكبها زعران الجهاد. في مثل هذا اليوم أيها السادة، من العام الماضي خاطبت مجلسكم الموقر بوجود عناصر إرهابية من القاعدة في بلادي. قبل عام تماما خاطبت في بيان لي للجان الفرعية لمكافحة الإرهاب، ونبهت عناية المجلس إلى وجود إرهاب القاعدة في سوريا، وهو أمر لم يحظى باهتمام أحد. وها نحن اليوم نقر جميعا ونعترف بعد أن صدرت تلك الفتوى الإجرامية من أمير تنظيم القاعدة بدمج تنظيم القاعدة في العراق مع تنظيم القاعدة في سوريا. ها نحن نكتشف أن ما قلناه قبل سنة كان صحيحا، وأن قراءتنا للخارطة السياسية كانت صحيحة. بعد مقابلة الرئيس الأسد التي بثتها عدد من الفضائيات المحلية والعربية والدولية، خرج بعض أهالي حمص معبرين عن موقفهم الأصيل بأن سوريا باقية شاء من شاء وأبى من أبى. لم ينتظر الشارع السوري ساعات الصباح المبكرة حتى يخرج للتعبير عن فرحته وارتياحه الكبير بمقابلة الرئيس بشار الأسد. في حمص توافد المواطنون من مختلف الأعمار وجميع الشرائح بمسيرات ليلية جابت شوارع المدينة ليؤكدوا الوفاء لوطنهم ورفضهم محاولات بث الفتنة التي تستهدف ضرب العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد. زلنا على الساحات لنأكد للعالم كلياتهم أنه نحن مع سيادة الرئيس بشار الأسد، وخاصة بعد خطابه اللي ألقاه على الملأ وعلى التلفزيون حاليا، وأفهم جميع العالم بأنه نصر قادم. طالعين نحيي الجيش ونحيي بشار الأسد، الله يحميه ويحمي هالشعب كلياته ويخلينا إياه.
مقابلة الرئيس الأسد أكدت من جديد أن الوطن فوق الجميع، وأن الشعب السوري شعب عظيم لا يقلق عليه، وأنه لا خيار أمامنا سوى الانتصار. نتابع نشرتنا. يستمر الانقسام الصاخب داخل مجلس الشيوخ بين من يهرول وراء أوهام التدخل العسكري في سوريا ومن يعارض لغاية في نفسه، فيما تتمسك لندن وباريس بعنادها وإصرارها على تسليح العصابات الإرهابية في سوريا، بينما من المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل شراء النفط السوري المسروق من قبل الإرهابيين. مرة جديدة يطل المتحامقون والمنزلقون في الأطماع داخل الإدارة الأمريكية بإصرارهم الذي بلغ حد الصراخ وللمرة الثانية على تسليح الإرهابيين في سوريا. فقد جدد كبير الجمهوريين السيناتور جون ماكين غضبه مما أسماه تقاعس إدارة أوباما عن إنهاء الأزمة السورية من خلال تسليح جماعات المعارضة السورية حسب تعبيره، حيث شهدت جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تلاسنا حادا بين كل من ماكين ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل ورئيس الأركان مارتين ديمبسي، إلا أن هذه الجلسة لم تنتهي بانسحاب ماكين. أنا سعيد لأنكما لم تكونا في المسؤولية خلال حرب البوسنة وكوسوفو. يأتي ذلك في وقت جددت فيه الإدارة الأمريكية ظاهريا معارضتها للتدخل العسكري في سوريا. التدخل العسكري يمكن أن يجر أمريكا في مضاعفات غير محسوبة إلى صراع إقليمي أوسع أو حرب بالوساطة. حديث هيجل جاء متناقضا مع أحاديث في وزارة الدفاع الأمريكية حول خطط للتدخل بداعي احتواء مشكلة الأسلحة الكيماوية، وتجلت هذه الخطط بشكل سريع بإعلان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل عن نشر 200 جندي أمريكي في الأردن بزعم تدريب الجيش الأردني وما سماه احتمال التدخل لحماية الأسلحة الكيميائية في سوريا، فيما لمح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى أن دولا صديقة لأمريكا ستبدأ تسليح المعارضة السورية، الأمر الذي أكدته لندن وباريس اللتان تسعيان لدعم عسكري لما سمي بالمعارضة، وذلك بهدف إحداث اختراق وإحداث تغيير في موازين القوى على الأرض حسب تعبيرهما، الأمر الذي ترغب به بريطانيا وباريس تحقيقه في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل في بروكسل بعد فشلهما في دبلن. إضافة إلى أنه من المقرر أيضا وحسب وسائل إعلام أن يتفق وزراء خارجية الاتحاد على رفع الحظر عن بيع المعدات النفطية إلى المعارضة واستثمار في قطاع النفط بشراء النفط السوري من الإرهابيين، لتكشف القارة العجوز عن الهدف الحقيقي لها من دعم سيطرة الإرهابيين على المناطق النفطية في سوريا حسب المراقبين. من جديد، ائتلاف الدوحة يستجدي التدخل الخارجي ويطلب أموالا وسلاحا وإرهابيين. ممن؟ من أصدقاء الشعب السوري المزعومين، المسؤولين الرئيسيين عن حصار صديقهم المفترض في لقمة عيشه، والمتسببين في سفك دم أبنائه، والداعمين الأساسيين لإرهابيين قادمين من أربع جهات الأرض. المكان اسطنبول. الزمان بعد يوم واحد على ذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن أرض سوريا. ماذا حدث؟ مجموعة بيادق تدعي أنها معارضة وتمثل الشعب السوري تحاول من جديد استدعاء التدخل العسكري الخارجي في سوريا لتحريرها، ولكن ممن؟ يصرخون مستنجدين، نحن بحاجة إلى تدخل عسكري وإلى الكثير الكثير، وكل شيء يساعدنا للحصول على أرض، نريد قطعة أرض. أمر مثير للسخرية. معارضون دمن لا يمثلون إلا أنفسهم ومن يدفع لهم من مشيخات الخليج وأحفاد العثمانيين، ومتزعمهم قادم من أقبية CIA، يتم البحث لهم الآن عن قطعة أرض ليستقروا فوقها، وفي مرحلة لاحقة قد يبحثون لهم عن شعب مرتزق ليمثلوه. أضغاث أحلام ستفجعهم الحقائق في الوقت المناسب وقريبا جدا. بيادق ائتلاف الدوحة يستمرون كأدوات بيد مشغليهم الإقليميين والدوليين، يشترون ويبيعون بهم، والهدف الوحيد محاولة تدمير سوريا الدولة وإيصال من ينفذ أجندات السيد الغربي إلى السلطة ومصادرة قرار الشعب السوري وسيادته. السيد
أي سيدهم، يبدو أنه بدأ بإعادة حساباته وجولاته في المنطقة التي لم تغني ولم تسمن، فالأرض بقيت وستبقى لأصحابها أبناء الشعب العربي السوري ورجال قواته البواسل الذين يسطرون يوميا أروع البطولات في وجه مجموعات إرهابية تكفيرية ظلامية لا تعرف إلا القتل والتخريب والتدمير. السيد الغربي بدأ يحسب خط الرجعة، وسيلحق به قريبا جدا أذنابه أمراء محطات البنزين والغاز في الخليج وحكومة الباب العالي ورئيسها الجاهز لبيع كل بلده مقابل نفسه على خلفية فشله بما سمي سياسة صفر مشاكل، والتي تحولت إلى صفر سياسة، صفر أصدقاء، وصفر أخلاق. أعلن سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي أنه تلقى بتفهم عال أنباء عن نية المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي تقديم استقالته من مهمته، متسائلا كيف لرجل مهني أن يتصرف خلاف ذلك إذا كانت إحدى المنظمتين اللتين ندبتا لإجراء مباحثات بين الحكومة والمعارضة وهي الجامعة العربية تتخلى عن أي شكل من تأييد ودعم للمباحثات. وقال لافروف إن الجامعة العربية اعتبرت الحكومة السورية غير شرعية في دمشق وأعطت التمثيل لما يسمى ائتلاف الدوحة الذي لا يمثل حتى المعارضة كلها، كما اتخذت في الوقت ذاته قرارا بتسليحها بأحجام أكبر مما كان في السابق، فكان من الطبيعي أن يستقيل الإبراهيمي من تكليفه من قبلها. روسيا انتقدت تجاهل التقرير الأخير للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في حالات النزاعات للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في سوريا، على الرغم من وجود تأكيدات عديدة بهذا الشأن. وقال فيتالي تشوركين المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة أن التقرير يحمل الجيش السوري فقط مسؤولية الجرائم ذات الطابع الجنسي، أما الجرائم المماثلة التي ترتكبها عناصر من المعارضة فلا يذكرها إلا عابرا، على الرغم من وجود العديد من التأكيدات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن مضمون هذه الوثيقة يثير بعض التساؤلات. واشنطن ترسل 200 جندي أمريكي إلى الأردن بزعم تدريب الجيش الأردني. والحكومة الأردنية تبرر الأمر في إطار التعاون المشترك المعتاد بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي. الأردن الدولة الحدودية المجاورة لسوريا دخلت على خط الأزمة فيها تاركة مقعد الاحتياط وأسلوب الهمس التصاعدي لتنتقل إلى لاعب أساسي في تأجيج الأزمة السورية عبر قنوات إنسانية لا تصدر سوى السلاح والإرهاب إلى جارتها. الكلام ليس كلامنا بالطبع، وإنما هي جملة من المعطيات التي برزت على أرض الواقع، إضافة إلى عشرات التقارير الإعلامية التي تؤكد تحول الأراضي الأردنية إلى معقل لتدريب المسلحين وإرسالهم إلى سوريا بالاستعانة بخبرات أمريكية وتمويل سعودي وقطري. اتصل في عبد السلام الشقيري من الأردن وطلب مني أن أطلع على في لقاء مع المخابرات الأردنية، التقيت مدير إدارة الأمن العام، المهم طلب مني أن أبقى على تواصل معه والمقابل أنه رح يجينا سلاح عن طريق الأردن، وفعلا بعثوا كميات منيحة، بعثوا كميات لدرعة لمحافظة درعة، الأسلحة اللي بعثوها أنها روسيات كلاشين وقوادف أر بي جي مع ذخيرتهم بالكامل وصواريخ مضاد مدرعات. كان الدعم يجي من إخوان المسلمين من الأردن. صحيفة الواشنطن بوست أكدت في عدد سابق لها أن واشنطن قامت بتدريب 3000 إرهابي في الأردن لإدخالهم على خط قتل السوريين وتدمير بلدهم، فيما أشار تقرير سابق للجارديان عن سماح الأردن بفتح حدودها مع سوريا لإدخال سلاح سعودي مقابل مليار دولار. حديثا أدلى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل بتصريحات عن نشر 200 جندي أمريكي في الأردن بزعم تدريب الجيش الأردني وما سماه احتمال التدخل لحماية الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وأمام هذه المعطيات جاء الرد الأردني أن موقف المملكة مما يجري في سوريا لم يتغير وهو ثابت ويدعو لحلا سياسيا فيها، محاولة تبرير إرسال قوات أمريكية إلى الأردن في إطار التعاون المشترك المعتاد بين القوات المسلحة الأردنية والجيش الأمريكي. حكاني على التليفون دكتور عماد رشيد، قال في عنا اجتماع بالأردن أنا ويا والعميد نهاد مع أصدقائنا، جميع أصدقائنا الأمريكان والأردنيين. والله نزلنا ونفس الموعد الساعة 11 وأبو فيصل نفس البرنامج كلياته، وفتنا لجوا الأمريكان الثلاثة وأنا والعميد متقاعد محمد نهاد نادر والدكتور عماد دير رشيد. بلشنا نحكي بقى على المكشوف. مايكل هو اقترح أنه لازم بقى تنظموا حالكم وجمعوا حالكم وتعملوا شيء منظم. التدخل الأجنبي أو أي تدخل سلاح والإمداد داخل الحدود السورية هو انتهاك للكرامة العربية بشكل كامل، بشكل لا يحتمل الجدل. رفض أي نوع من أنواع التدخل الخارجي في داخل سوريا، والعمل دائما وأبدا من أجل الوقوف مع الشعب السوري والجيش العربي السوري. لن نكون في معرض الرد أو الإدانة، فالوقائع والدلائل هي إدانة موثقة للمملكة الأردنية الهاشمية، والإرهاب المصدر إلينا لن يفلت أبدا من ضربات حماة الديار بواسل الجيش العربي السوري. كشفت الشرطة القرغيزية عن مجموعة متطرفين من سكان بلدة كيزيلكيا في جنوب قرغيزيا غادروا إلى سوريا للمشاركة في القتال إلى جانب المجموعات الإرهابية. وقال مصدر أمني قرغيزي إن الشرطة تمكنت من تحديد أسماء الأشخاص في المجموعة عندما اختفى أحد مواطنيها بعد أن أبلغ زوجته بأنه سافر لتلقي العلوم الدينية. وأثناء التأكد من مغادرته البلاد تبين أن 5 آخرين غادروا البلاد أيضا للهدف نفسه. وذكرت المصادر أن المسؤولين عن إرسال هؤلاء المتطرفين اعترفوا أنهم جميعا غادروا البلاد إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية. بدوره كشف نائب آخر في البرلمان يدعى داستان جمعة بيكوف أن أشخاصا يعملون بمنطقة أرافان في إقليم أوش جنوبي البلاد يعملون على تجنيد الشباب وإرسالهم إلى سوريا. وفي الجزائر أوقفت الجهات المختصة 4 أشخاص كانوا ينشطون ضمن ما يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا بولاية الشلف على خلفية الاشتباه في تورطهم بالعمل ضمن شبكة ذات صلة بمجموعات إرهابية متطرفة في سوريا تعمل على تجنيد شباب جزائريين للتسلل إليها والقتال إلى جانب جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصادر مطلعة قولها أن الأمر يتعلق بأربعة عناصر تنحدر من منطقة الأرض البيضاء شمال عاصمة ولاية الشلف، بينهم شخص كان يشغل منصبا قياديا فيما يسمى الجيش الإسلامي للإنقاذ قبل حله. ضمن سلسلة مقاطعة كل ما يخص تركيا قام أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا بخطوة تصعيدية مفاجئة فرضت على مجلس النواب اللبناني وعودا بمتابعة ملف ذويهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. تصعيد جديد لأهالي المختطفين اللبنانيين في سوريا ضمن سلسلة مقاطعة كل ما يخص تركيا، حيث قاموا بتحرك مفاجئ أقفلوا فيه مكتب الطيران التركي الرسمي في بيروت وسط العاصمة والمركز التجاري التركي والمركز الثقافي حتى إشعار آخر، مؤكدين أن هذه الخطوات لا زالت تعتبر ضمن الخطوات الأولى من التصعيد. نحن وصلنا لمحل ما بقى نصدق كلام السفير التركي اللي قال انه ممكن انه يتوسط او يوصل المسج لحكومته بعد الضغط اللي قمنا فيه عليه على اساس باكي بيتركوا هالناس اللي كانوا هني بالزيارة، وكانوا مثل ما بتعرف كل العالم وبالاخص الاعلام انه الناس مسالمين هودي كانوا بزيارة العتبات المقدسة. قررنا انه نستهدف المصالح التركية بلبنان من سفارة من مكاتب من تجارة من أي شيء بيختص بتركيا بلبنان، نحن هو هدف لنا. الأهالي قاموا أيضا بقطع الطريق الرئيسية في وسط بيروت في نقطة حيوية جدا من بيروت للفت نظر الدولة اللبنانية من أجل اتخاذ أي قرار أو خطوة جدية من أجل الإفراج عن أهاليهم المختطفين. مصالح تركيا رح نوقف طيران بواخر
أسماك، مكاتب ثقافية، أي شيء بتستفيد منه تركيا طالما أنه الدولة اللبنانية نايمة وما عم تسأل عينها، نحن رح نعطلها مصالحها لتركيا لحين عودة أهلنا الزوار. سكرنا هيدا المكتب، بعد في مكتبين تابعين لشركة شركة طيران عثمانية، قريبا رح ننزل نسكرهم، كل يوم رح نسكر واحد. بدنا نضلنا هيك لحتى أردوغان يقرر أنه يطلق سراح المخطوفين التسعة يلي موجودين بتركيا. وكمان رح يبلش اعتصام مفتوح قدام السفارة التركية قريبا جدا. بدهم يعملوا يخطفوا اللبنانيين تتبطل إرادة المقاومة واقفة مع الخط العروبي بسوريا، هذا شيء مستحيل. أكملت تحركات الأهالي بدخول وفد إلى مجلس النواب اللبناني من أجل أخذ أي وعد يطمئنهم بتحرك يساعد أهاليهم لإطلاق سراحهم، حيث فرضوا رضوخ النواب للسماح لهم بالدخول وإعطائهم الوعود، مؤكدين الأهالي أن هذه الوعود لن توقف تصعيدهم من أجل ضرب كل مصالح تركيا في لبنان حتى الإفراج عن أهاليهم المختطفين في سوريا. مكتب الطيران التركي، المركز الثقافي والمركز التجاري، كلها مراكز تركية تم إقفالها اليوم من قبل أهالي المختطفين اللبنانيين ضمن سلسلة التصعيد من أجل مقاطعة كل ما يخص تركيا لحين يتم الإفراج عن أهاليهم المختطفين في سوريا. من بيروت، ديانا فرفور، قناة سما. يواصل أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز تحركاتهم التصعيدية ضد المصالح التركية في لبنان، واليوم اعتصم الأهالي أمام مكاتب شركة الطيران التركية وسط بيروت ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتب الشركة لمزاولة أعمالهم، واعتصموا أمام المركز الثقافي التركي ومنعوا الموظفين من الدخول إليه. هذا جزء نحن من سلسلة التحركات بس حتى لي نفهمهم أنه بلبنان ما بقى مقبول أنهم يشتغلوا بكل راحة وهرية، وان شاء الله نقدر نوصل هالرسالة لانه بعدين في خطوات اكبر. هي عمل عملية قلب مفتوح وراس صور مرتين، مو عيب عليه زلمة مثل هذا مريض يحجز له حريته؟ وين الحرية؟ بينادوا الحرية الاتراك؟ هاو قتيل القتلة، حدا بيقول لك الايام الاتراك؟ نحن بنعرف ماضيها لتركيا. حب اقول له للسفير ايناس كل ما تحفتنا بصوتك انه المخطوفين ليسوا لديكم وانه المخطوفين مع عصابات، فرح تلاقوا تصعيد اكبر واكبر ضد مصالحكم التركية لحتى تعودوا لرشدكم وترجعوا لنا المخطوفين اللي ساجنين وصاركم 11 شهر. وفد من أهالي المخطوفين التقى عددا من النواب اللبنانيين في بيروت للمطالبة بوقفة فعالة والعمل من أجل الضغط للإفراج عن أبنائهم، وحذر الأهالي من تصعيد تحركاتهم في حال لم تعمل الدولة لإعادة المخطوفين. دولتنا نحن كل الحق على الدولة اللبنانية، هي اللي عم تسوق الخطف ببلدنا لأنه في 9 مخطوفين ما حدا عم يسأل عنه. طالب أنه يترك أولادنا، نحن ما حنحل عنهم، بدنا نضلنا نتظاهر ونحكي وهيدا ومصالحهم ما حتشتغل يعني. خطوة أهالي المخطوفين اللبنانيين في أعزاز اليوم تأتي ضمن عشرات الخطوات التصعيدية التي يقوم بها الأهالي ضد المصالح التركية في لبنان، واليوم وجه أهالي المخطوفين رسالة قوية اللهجة للدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها الذين مضى على اختطافهم حوالي 11 شهرا ولم يعد يعرف عن مصيرهم شيئا. سنة علوي لتلفزيون العرب السوري، بيروت. وفي العراق القوات المسلحة تقضي على ما يسمى الوالي العسكري لتنظيم القاعدة.